وفي مدينة الحديدة أيضا نفذت المقاومة الشعبية 3 عمليات ضد ميليشيا الحوثي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وخلال الأسابيع الماضية شهدت الحديدة ارتفاعا في وتيرة عمليات المقاومة الشعبية ضد التواجد الحوثي. دخلت الحديدة على خط المقاومة، وهو تأكيد إضافي على أن تهامة لن يسهل التهامها بين فكي الحوثي وقوات المخلوع صالح. أبناء الحديدة وهم ينفذون عددا من الوقفات الاحتجاجية رفضا لسلطة الانقلاب ومطالبين بإطلاق سراح معتقليهم، تأكد لهم أن تدشين مقاومة مسلحة هي الطريق الوحيد السالك لردع سلف الميليشيات. سلسلة من الهجمات نفذتها المقاومة مستهدفة خلايا وتجمعات حوثية أسفرت عن قتل وجرح العشرات في حي الضحي وحي الربصة بشارع الأربعين وعملية ثالثة وسط المدينة. الحديدة المحافظة المسالمة والمعروفة بهدوئها أشعلت منذ اجتياح الحوثيين لها جدلا واسعا بشأن الرضوخ تحت طائلة الحكام الجدد من عدمه، ليكن السلوك الشائن الذي طال مختلف المدن على أيدي الميليشيات. حظيت الحديدة بنصيبها الوافر من التشوهات الملحوظة من تنصيب مسؤول السلطة المحلية الأول إلى استهداف المؤسسات التعليمية ككلية الطب وتحويلها إلى معاقل عسكرية، بالإضافة إلى التمترس بالقلاع الأثرية التاريخية ومرورا بمحاولة صياغة ذاكرة اليمن التاريخية النابضة زبيد. كل هذا كان سببا كافيا بأن تغير المقاومة أدواتها وتباغت بالهجوم بدلا عن الدفاع، مستخدمة أنواع الأسلحة المتاحة بين الصواريخ والقنابل اليدوية والكلاشينكوف، مرتفعة بأدواتها إلى تخليص تهامة من عبث الميليشيات.